حبايبي، طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، ما ينفعش نعدي من على الوحدة السابعة يونت 7 من غير ما نتكلم عن الروابط دي. To اللي معناها لكي، so that اللي معناها لكي، but اللي معناها ولكن، although اللي معناها على الرغم من، وكمان however اللي معناها ومع ذلك. الروابط دي مهمة جدا، لازم ناخد بالنا منها في الوحدة دي. بس قبل كل حاجة، صلي على محمد صلى الله عليه وسلم. This is Mr. محمد طلحه and you're watching Learn English with Mr. طلحه. حبايبي، طلبه وطلبات الصف الثالث الاعدادي، تعالوا بينا يلا بسرعه كده ناخد نظره سريعه على الروابط دي. والروابط دي موجوده في الوحده السابعه لكنها مهمه جدا. تعال نشوف الرابطين اللي معانا في الاول، وهما to and so that. to معناها لكي، و so that برضو معناها لكي. يا ترى ايه الفرق ما بينهم؟ قال لي ان to معناها لكي بس بيجي وراها the infinitive، مصدر الفعل بدون اضافات يعني في اصل الفعل. اما so that بيجي وراها جملة كاملة بدأ بسبجكت فاعل وبعدين can or could، كان لو كان الكلام مضارع، could لو كان الكلام ماضي، وبعدين بيجي وراها الانفينيتيف الفعل اللي في المصدر. تعال نشوف مع بعض كده المثال ده. Number one, he studies hard to or so that succeed. طبعا هنا هبص ورا الاقواس هلاقي مديني مصدر يعني فعل فقط لا غير، فبالتالي رابط الغرض هنا هيكون to. يبقى اذا he studies hard to succeed، يعني هو بيذاكر بجد لكي ينجح. طيب يا مستر، لو انا عايز اربط هنا بso that اللي معناها لكي، ايه اللي هيحصل؟ قال لي مش هينفع يجي وراها مصدر. امال؟ قال لي هيجي وراها full sentence يعني جملة كاملة. ليه؟ لان so that لازم يجي وراها جملة كاملة بتعبر عن الاستطاعة او فيها فعل ناقص سواء في المضارع او في الماضي. تعال نشوف هربط نفس الجملة دي بso that ازاي. طبعا هبدأ جملتي عادي خالص ب he، يبقى he studies hard يعني هو بيذاكر بجد. طبعا هنا انا عايز استخدم مين يا حبايبي؟ so that. so that معناها لكي يعني بتساوي to، بس الفرق ان هجيب جملة كاملة. طب عشان اجيب جملة كاملة وانا عندي اصلا فعل في المصدر، قال لي هروح للفعل بتاعي اللي هو هي اجيبه تاني، يبقى so that he، وبعدين اجيب can or could. طب يا ترى هجيب can ولا could؟ قال لي هبص على الجملة دي، هل هي مضارع ولا ماضي؟ قال لي ايوه مضارع، فبالتالي هجيب can ورا هي، so that he can. طب وبعد كان؟ قال لي هجيب المصدر اللي موجود عندي so that he can succeed. so that he can succeed. يبقى اذا دي معناها هو بيذاكر بجد لكي ينجح، وهنا برضه هو معناها هو بيذاكر بجد لكي ينجح، بس الفرق ان التو بيجي وراها مصدر، اما so that بيجي وراها full sentence يعني جمله كامله فيها can or could، ممكن عادي will or would، ممكن may or might. تعال نشوف المثال الثاني ده. they played well to or so that win the game. طبعا هبص ورا الاقواس هنا هلاقي win، الغرض بتاعي جاي عبارة عن infinitive يعني فعل في المصدر، فبالتالي لازم اختار to. تاني لازم اختار to اللي معناها لكي. ليه؟ عشان جاي وراها مصدر، so that لازم يجي وراها جملة كاملة. يبقى تاني they played well to win the game. طب يا مستر انا عايز استخدم so that، قال لي بنفس الطريقة هبدأ بالفعل بتاعها خالص او الجملة الاولى شكل ما هي، they played well يعني هم لعبوا بشكل جيد، هحط الرابط بتاع اللي هو so that، يبقى so that هروح اجيب الفاعل اللي هو they، so that they. طيب اجيب كان ولا could؟ قال لي برضو ببص للجملة الاولى، played فعل في زمن الماضي، وطالما فعل في زمن الماضي يبقى هجيب could على طول وانا مغمض عيني، so that they could. وبعدين قال لي هجيب المصدر اللي موجود قدامي so that they could win the game يعني لكي يستطيعوا ان هم يفوزوا بالمباراة. تاني they played well so that they could play the game. يبقى لاحظ to جي وراها infinitive مصدر الفعل، اما so that جي وراها full sentence جملة كاملة فيها can or could. كان لما كان هنا مضارع، وكود لما كان هنا ماضي. طب تعال نشوف المثال الثالث وده هيوضح اكتر. سامي ران فاست، بيقول لي سامي جري بسرعه. تو اور سو ذات هي كود كاتش ذا باس. قال لي هنا بقى جاب لي هي كود كاتش ذا باس. اتس ا فول سنتنس، دي جمله كامله، وطالما جمله كامله يبقى لازم هختار سو ذات، يعني ما ينفعش اختار تو، هقول له لا، تو هيجي وراها انفينيتيف، تو هيجي وراها مصدر. طيب لو انا عايز احول الكلام ده بقى لتو، يعني عايز اعمل عكس اللي فوق،
قال لي حد عادي برضو بالجملة بتاعتي، سامي الأولى، سامي ران فاست، يعني سامي جري بسرعة. هشيل سو ذات واحط مكانها تو. طب احنا عارفين ان تو هيجي وراها المصدر، يبقى اذا مفيش كود مفيش هي، يبقى اذا هقول تو كاتش ذا باس. تاني، سامي ران فاست تو كاتش ذا باس، يعني سامي جري بسرعة عشان يلحق الاتوبيس. تعال بقى نشوف النوع التاني من الروابط، ودي بنسميها روابط تناقض. They are used to express contrast. طبعا هما بيستخدموا عشان يعبروا لي عن تناقض. يعني ايه جملتين متناقضتين؟ يعني جملتين تقريبا عكس بعض في المعنى. يعني لما اجي اقول لك he was ill، هو كان مريض. he went to school، هو راح المدرسة. المفروض اللي مريض ده ما بيروحش المدرسة، لكن هو راح المدرسة، يبقى فينا تناقض بين الفعلين، هو مريض وراح المدرسة. طيب قال لي عشان كده بس ببدأ هنا استخدم الروابط دي، but although and however. طب يا مستر انا هختار but ولا although؟ ما هو الموضوع برضو غريب شوية. قال لي الموضوع بسيط جدا. ليه؟ قال لي although بتيجي قبل الحدث الاساسي او الحدث الرئيسي. تاني، although بتيجي قبل الحدث الاساسي او الحدث الرئيسي، او احنا بنقول عليه الحدث الاول. طيب but، قال لي but بيجي بعدها الجملة التانية اللي هي الجملة اللي حصلت فبقت مناقضة للفعل الاساسي او الرئيسي. يعني تعالى هنا he was ill، الاساس ان هو تعبان. طب ايه اللي حصل فبقى مناقض للتعب؟ قال لي ان هو راح المدرسة. قال لي عشان كده لازم هنا الرابط بتاعي يكون but. تاني، لازم الرابط بتاعي يكون but، فعشان كده هقول he was ill، هو كان مريض، but he went to school، لكنه راح المدرسة. تاني he was ill، طب ايه اللي حصل بقى فهو مناقض للكلام ده؟ قال لي ان هو راح المدرسة، فلازم اجيب قبله but، عشان كده هقول he was ill but he went to school، هو راح المدرسة لكنه كان مريض. قال لي لو انا عايز اربط الجملتين دول بالذو، خلي بالك but والذو عكس بعض، مش في المعنى ولكن في ترتيب الجمل. بمعنى يعني لو but جاي قبل الجملة دي يبقى لازم although تيجي قبل الجملة التانية. يعني لو انا بقول لك اربط هنا ب although، هتقول لي although he was ill، يعني بالرغم ان هو كان مريض، he went to school، هو راح المدرسة. تاني although he was ill he went to school. طيب يا مستر هي ممكن although تيجي في النص؟ قال لي النص او الاول ده شيء ما بيشغلنيش، بس although ممكن تيجي في النص عادي جدا. بس الشكل ما قلت لك قبل كده ان الرابط ده مكانه ما بيتغيرش، امال ايه اللي بيتغير؟ قال لي الجمله الثانيه. الجمله الثانيه لو جيت في الاول يبقى كده الرابط في النص، الجمله الثانيه لو جيت في الاخر يبقى كده الرابط في الاول. يعني الرابط والجمله اللي وراه مرتبطين ببعض، عمرهم ما بيتغيروا. فعشان كده لو انا عايز الظو في النص يبقى هبدا بالجمله دي. يعني هقول هي وين تو سكول الظو he was ill، يعني هو راح المدرسة بالرغم من انه كان مريض. يا ترى الرابط مكانه اتغير؟ قال لي لا مكانه ما اتغيرش ولا حاجة. فكرة النص والاول دي مش فكرة صعبة يعني، وما تحطهاش قوي في دماغك، لان الرابط مكانه ما بيتغيرش، اللي بيتغير هي الجمل. الجملة بتروح في الاول يبقى الرابط في النص، بتروح في الاخر يبقى الرابط كده في الاول. طب يا مستر امال هربط ازاي بهاويفر؟ قال لي هاويفر اللي عليك السنة دي بتساوي بات، يعني ما تشتتش نفسك في حاجات كتير. هاويفر اللي عليك معناها ومع ذلك، ودي بتساوي بات، يعني بيجي وراها الحدث الثاني اللي بقى مناقض للاساس او الحدث الاول. معناها ان انا لما احط هاويفر هحطها مكان بات، في نفس مكانها بالظبط، بس مع اختلاف البانكتشويشن الترقيم. يعني بات هنا جاي قبلها كوما، طيب هاويفر قال لي بيجي قبلها فلستوب بعدها كوما. يعني لما اربط بيه هاويفر هنا هقول هي واز ال، يعني هو كان مريض. لاحظ بقى ادي الفلستوب بتاعتي however it's capital اهو، وبعدين كوما، واكمل عادي خالص he went to school، يعني هو كان مريض ومع ذلك راح المدرسة. تاني هو كان مريض
ومع ذلك راح المدرسة. تعال بقى نشوف الجملة دي اللي الناس بتتلخبط فيها وبتشوف ان طالما الرابط جاي في النص يبقى ضبط. لا طبعا الكلام ده خاطئ. مش شرط ان عشان الرابط جاي في النص بين الجملتين يبقى بط، لان ممكن يبقى although، لكن انا هربط نفسي بالحدث الرئيسي او الاساسي اللي بيجي قبله although والحدث اللي حصل تاني فبقى مناقض للحدث الرئيسي او الاساسي وده بيجي قبله but. تعال نشوف كده. بيقول he lost the match، يعني هو خسر المباراة. he played well، يعني هو لعب بشكل جيد. طبعا بين الجملتين دي تناقض، لان المفروض اللي بيلعب كويس ايه يكسب، ده المعتاد. طيب لكن هو لعب كويس ومع كده ايه ها ومع ذلك خسر الايه المباراة. طيب انا هستخدم although ولا but ازاي؟ بيقول لي he lost the match he played well. هقول لك خلي بالك ايه اللي حصل الاول او الحدث الاساسي، ان هو لعب كويس. طب ايه اللي حصل بعد كده وبقى مناقض ليه؟ قال ان هو خسر المباراة. ده الحدث الاساسي، يبقى الحدث الاساسي لازم يجي قبله although، تاني لازم يجي قبله although، فبالتالي هقول he lost the match although he played well، يعني هو خسر المباراة بالرغم من انه لعب كويس. يبقى هنا ما ينفعش اربط ببات واقول اصل بات بتيجي في النص بين الجملتين. هقوله لا طبعا، انا بربط نفسي بحدث اساسي او الحدث الاول وبعدين الحدث الثاني اللي بقى مناقض للحدث الاساسي او الاول، فبالتالي هقول he lost the match although he played well. لو انا عايز اربط الجملتين دول ببات او however يبقى اذا although طالما جاي قبل الجملة دي but however لازم تيجي قبل الجملة التانية. طيب هيجوا في النص، يبقى اذا هبدأ بالجملة التانية دي، يعني هقول he played well، يعني هو لعب كويس، but لكن he lost the match، لكنه خسر المباراة. لو انا هربط ب however هقول لك هو نفس الكلام، بس هحط هنا في الستوب however it's capital كوما واكمل عادي خالص، يعني he played well however he lost the match. تعال نشوف المثال ده كمان. بيقول لي he missed the bus، يعني هو ما لحقش الاتوبيس. he ران fast، هقول لك هو عمل ايه الاول؟ هتقول لي هو جري بسرعه الاول. طب وايه اللي حصل فبقى مناقض للكلام ده؟ قال لك ان هو ما لحقش الايه الاتوبيس، فبالتالي ده الحدث الاول او الاساسي، يبقى لازم اجيب قبله although مش but. تاني لازم اجيب قبله although مش but، فيبقى الجمله he missed the bus، هو ملحقش الاتوبيس although he ran fast، برغم من انه جري بسرعة. طيب تعال هنا بقى نربط نفس الكلام ب but. طالما هربط ب but يبقى هبدأ بالجملة دي، يبقى اذا هقول he ran fast but he missed the bus، or he ran fast however he missed the bus. يبقى تاني although و but و however عكس بعض في ترتيب الجمل وليس في المعنى. الجملة اللي تيجي بعد although ما تجيش بعد but، والجملة اللي تيجي بعد but ما تجيش بعد although. يبقى هنا انا قدرت اعرف ازاي استخدم to so that، وكمان استخدم رابط التناقض but although and however. Thank you very much for watching، but don't forget like share subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا بسرعة، لو ما كنتش فعلت الجرس يلا انزل فعل الجرس، ولو ما كنتش اشتركت يلا انزل اشترك بسرعة، وبلغ كل زمايلك في تالتة اعدادي عشان الخير يعم ان شاء الله. واوعى تنسى صلي على محمد صلى الله عليه وسلم. Goodbye. السلام عليكم.